حسن، وامبارح كنتوا بتناقشوا بعض الموضوعات في البرلمان. تمام. زي ايه؟ حضرتك، هو الموضوع كان فيه ثلاث موضوعات اساسيه في اللجنه مش في البرلمان، لان احنا في اللجان العامه هتبدا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. انما كنا في اللجنه الاقتصاديه في مناقشات لثلاث مواضيع اساسيه. ايوه. الموضوع الاساسي اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو الدعم العيني والمادي. ايوه. ثم كان في موضوع القرار السيد رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك اعتبارا من 10/11، والرجوع في القرار تاني. وكان برضو في كنت مع الإلغاء، إلغاء القرار طبعا يا فندم. طبعا طبعا، لأن دي احنا أصلا عملنا عليه حلقة النهارده. ما هو أنا بقول لحضرتك يمكن بناء الحلقة بتاعت حضرتك والحلقة برضو بتاع أخونا الفاضل أحمد موسى. أيوة. بصراحة صدى البلد هي اللي تصدت للموضوع بقوة، لأن يعني احنا عندنا 65 مليار استثمارات في هذه الصناعة، أكتر من 5 مليون مواطن بيعملوا بهو أسرهم أو بيعيشوا على هذه الصناعة. الصناعة توفر أكتر من 90%، احنا كنا في وقت من الأوقات بنصدر. أيوة. احنا دلوقتي بتوفر 90% طبقا للبيانات اللي قالوها المنتجين. هم أصلا متحملين للمستلزمات الإنتاج والأعباء اللي عليها والجمارك والكلام ده كله، ومع ذلك بينزلوا الفرخة بسعر يتناسب مع السوق، المواطن بيلهس لها، لان اللحوم دلوقتي الحمراء وصلت لاسعار جنونيه. ايوه. فازاي انا اعفي المنتج انا بعفي الراجل الاجنبي من الجمارك، يعني بدعم الاجنبي؟ يعني حضرتك كنت مع فكره الغاء طبعاً القرار حمايه للصناعه الوطنيه. صناعه وطنيه، لكن ده لا يمنع ان الصناعه الوطنيه في ملاحظات عليها، الـ الانتاج الداخلي في ملاحظات عليه، محتاجين ان احنا نشدد الرقابه شويه. الكلام اللي بيطلع لازم يترد عليه من اصحاب هذه المصانع لما بيتقال انها بتتحقن بهرمونات وانها الاكل بتاعها اكل المفروض انه غير صحي، ولازم يطلعوا يردوا على الحاجات دي، ولازم يبقى في رقابه مشدده علشان نقدر نحافظ على صناعه وطنيه بالفعل يستحقها المواطن المصري. احنا مش نشجع الصناعه الوطنيه وبس، لا، كمان الصناعه الوطنيه دي لازم تبقى على اعلى مستوى. بالتأكيد طبعا. أطلع فاصل بعد إذن حضرتك.